بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يكون موجود في نادي كبير زي نادي الاتحاد. بشكر طبعا مجلس الاداره بالكامل على راسهم الاستاذ الحاج محمد مصلحي، ومجلس الاداره الناس اللي الكواليس بتكلم عليها ما خدش وقت كتير، يعني الموضوع من بدايته كانت الدنيا يعني سهله. عندنا اهداف كتيره ان احنا ان شاء الله نشتغل عليها في الفتره اللي جايه. الموقف يعني ولا هو صعب ولا هو برضو سهل، الامور انت في النص، الجدول الدوري على كل الانديه صعب، الدوري السنتين اللي فاتوا مختلف، الانديه الكبيره والانديه الجماهيريه ليها حسابات مختلفه، واحنا في نادي جماهيري كبير نادي الاتحاد، بنامل ان شاء الله في توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون في مكان يليق باسم نادي الاتحاد، جهاز فني يشتغل ويتعب زائد اللعيبه، تكاتف مجلس الاداره، الحالة اللي الواحد شافها من أول يوم النهاردة موجود فيه، استقبال الناس، اهتمامكم كإعلاميين إن أنتم موجودين معانا، صحفيين موجودين معانا. طبعا أنا حابب إن أنا أقول يعني أشكر كل الشكر للكابتن حسام حسن والجهاز الفني، السنين اللي قعد هنا في نادي الاتحاد كرة قدم كرة محترمة جدا، عمل فرقة كويسة جدا على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا، لو غاب التوفيق شوية فدي سنة الحياة. كابتن حسام اسم كبير، وإن أنت تيجي في بعد كابتن حسام دي مسؤولية أكبر. دوري الماتشات صعبة، وكل الماتشات صعبة، مفيش حاجة اسمها ماتشات سهلة، سواء أنت بتلعب مين أو مين بيلعبك، يعني زي ما أنت بتفكر في الفرقة اللي بتلعبك نفس الكلام برضو، الفريق اللي هيلعبك بيبقى عارف إن المباراة ضدك برضو مباراة صعبة. عايزين نخرج من الحالة اللي إحنا فيها، أنا عارف إن الجدول بالنسبة لنا صعب على الناس تانية، ان انت لما تبتدي بالاهلي وفي القاهره وبعدين البنك برضو في القاهره وبعدين الزمالك هنا في اسكندريه، ولكن هي دي الكوره، علينا ان احنا نشتغل، علينا زي ما قلت لك ان احنا نتعب ونبذل اقصى مجهود ونسيب التوفيق وعدم التوفيق ده ربنا سبحانه وتعالى. بشوف دايما جمهور الاتحاد ورا فريقه في كل مكان، بيدعم دايما الفريق بتاعه، بيدعم دايما الجهاز الفني، مجلس الاداره اللي موفر كل شيء للعيبه وللاجهزه الفنيه اللي بتشتغل اللي موجوده، وده اللي انا شفته من اول يوم. لكن اقول لك كل شيء مبني على توفيق ربنا، ثم تعبك هيجي من تعبك ومجهودك انت ومجهود لعيبتك. كل الناس بتقول ان هي البدايه صعبه، لكن ممكن ان شاء الله تبقى سهله، وانتوا معانا، يعني انتوا هتسهلوا علينا الامور، وده اللي الواحد بيتمناه، وما تكونوش برضو يعني بتصعبوا علينا الامور اكتر، وان شاء الله تكون فتره يعني فتره كويسه نقدر ان احنا نقدم فيها اللي عايزه جمهور نادي الاتحاد ان شاء الله. ما فيش حاجه صعبه مع شغل الاتحاد وشغل كويس، يعني محتاجين نظام، محتاجين التزام، محتاجين هدوء من الناس كلها، مش عايزين نخون حد، مش عايزين دايما نشكك في حد، عايزين دايما كلنا نروح واحد. الاتحاد فرقه كبيره بجمهوره بادارته بلعيبته اللي موجوده، وان شاء الله نرجع باذن الله. الموضوع محتاج واحده واحده، ومش صعب ولا سهل، بس محتاج تكاتف وكله يشتغل، واحنا جايين نشتغل ان شاء الله. دي الناس هنا انا شايف الناس كلها ناس محترمه جدا، الناس كلها نفسها نادي الاتحاد يبقى في حته ثانيه، مش هيجي غير بالتكاتف بتاع الناس كلها. الموضوع مش صعب على فكره، انت 14 بونت وفرق بين الخامس والرابع والثالث 6 7 بونت، نفس القصه لا قدر الله بفرق بين الناس اللي تحت، فانت لازم تشتغل ولازم تجتهد، لعيبه لازم تطلع اقصى حاجه من عندها، واحنا قادرين باذن الله ان احنا نعمل ده. مش تقليل من الجهاز القديم ولا حاجه خالص، كان كابتن حسام طبعا يمكن عمل شغل كبير جدا، ده بس دي كفاءه ان شاء الله باذن الله مننا ان احنا نقدر نرجع الاتحاد فرقه باذن الله. شايف ان في المنظومه كلها متكامله، فليه النهارده ما يبقاش مع الناس اللي فوق؟ ليه النهارده ما نرجعش رابع تاني؟ وعلى فكره مش صعب، والله ما صعب، احنا خدنا في المقاولين بمجموعه لعيبه ما شاء الله كويسين، باداره كانت هناك ركزت شويه، احنا ركزنا شويه رحنا ساعدنا رابع ولعبنا الكونفدراليه. فعلى فكره نادي الاتحاد فرقه كبيره ونادي جماهيري، وده يستاهلها، يستاهل ده، بس الموضوع محتاج شغل ان شاء الله.